هذا وقد تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيوف مصر الكرام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، وكل من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وفخامة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، مدينة العالمين الجديدة ومنتجع ريجل هايتس ومرافقه السياحية.